السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحل رمضان ورحل العيد ويبقى الأقصى في الصميم يستحق التعظيم. أين أنتم يا رواد المسجد الأقصى المبارك؟ أين أنتم يا أحباب الأقصى؟ أين أنتم يا أحباب المسرى؟ الأقصى فارغ من مصليه من عشاقه، بعد قليل سيرفع أذان المغرب. انتهى رمضان وانتهى العيد ونبقى في الأقصى مرابطون ثابتون إلى يوم الدين إن شاء الله. نبقى أوفياء لمسجدنا العظيم، نبقى هنا بتحب الأقصى؟ أنت بتحب الأقصى؟ قديش بتحب الأقصى أنت؟ واحد، اثنين، مليون، مليونين، قديش؟ مليونين. شو بالنسبة لك الأقصى؟ الدور الثاني. الدور الثاني، يعني أنت لما تيجي على الأقصى بتكيف، بتنبسط ولا كيف؟ ليه؟ لأنه أنا فيت بيت الله عز وجل ومكان طاهر. طيب، بتعرفي إنه أولى القبلتين؟ إيه؟ بتعرفي إنه الأقصى أولى القبلتين؟ وثاني المسجدين؟ وثالث الحرمين الشريفين؟ مسرى الحبيب؟ قطعة من الجنة؟ لا بديل عن الأقصى إلا الجنة. ما هو القلوب؟ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إرث رسول الله، وين إرث؟ هاي يعني هاي الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجى عليها، لإله هاي سيدنا محمد. لما أم في الأنبياء سيدنا محمد 24,000 نبي ورسول، صح؟ الله أكبر، الله أكبر، مبارك فيكم. الله أكبر والعزة لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن 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 محمد رسول 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 الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على البلاء. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا مرحبا بذكر الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين آمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الترفيع أبعث الله المقام المحمود لوعدته الجنة. إنك لا تخلف الميعاد يا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة. اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة. اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة. اللهم احفظنا أقصانا من كل سوء. تقبل الطاعات. صلى الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.